ليه نجيك نجيك عشان بيه بروحك في شيء حق في المستقبل عليه في شيء واحد هاي كلها خرجت هاي كلها البر عليش لا هذا ماش هذا ماش حتى سيل مش مهيئ لحتى سيل مرش كان تسارع كتفين شيكم من الناس البرة يقول مهم حتى شيء في المرش حتى شيء لا يجيك مهيئ يجيك مسؤول ناس أخذ القرارات هو حتى ناس كل واحد ويحرق على روح عليش خرجتوا من المرش ماذا ما شيء خرجنا من المرش للضرورة للضرورة خرجنا من المرش هكا شوف المرش خالي شيء مدام شو المشكلة المشكلة أنا حزينة على المرش المرش اللي كونه أنا ذات نفسي عندي فيه 30 سنة راني نسترزق منه راني كنت ناكل منه في خبزة وكل شيء صدقيني أنا كي نشوفه أكيكة والعباد كيفاش تحكي لي يقولوا زغوان فيها مثلا فيها ولاية وكل شيء اللي يدخل البراينية يدخل يشوف المرشي ولا يضحكوا عليه البراينية ولا تضحك على المرشي تتلف تلقى الفيران ميتة تلف تلقى كتاتس حالة حليلة جرابة ما نعرفش شنية ولا تتمكسرة حوانت مسكرة ما في خضرة غالية مسخ مسخ ما شبابك مكسره ما فيش حتى حاجه اللي كونه يعني فيه شرها فيه كيف فيه كذا مزرعه قديش فيه من محل محل فيه اربع حوانت وبس يخدم فيه كلها سكرت وكلها سكرت تسمع كان خلص 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 باش باش يخلص يسكر حانوته صدقني منهم واحد باع مطرياله ها هو كان هنا مسكين ما يشوفش وما يسمعش باع مطرياله قال لك جاتني من عرش رهنية كبيرة زعام كان خلص إيجا صلح المرشي إيجا نظف المرشي إيجا تفقد المرشي من حقك باش تتفقد المرشي كي تفقد المرشي وتنظفه وتريق له كل شيء هذاك إجباري عليه باش يحل حانوته أنا واحدة من الناس أنا نحل حانوته ونستنفع به ونسترزق منه وكذا وكذا مش تلقيني مثلا في شوية فريب نسترزق منه وخرج وهكاك البرة كل يوم نهز ونرجع نهز ونرجع مرأة عاملة العملية مرأة مريضة وكل شيء لأنه المرشي فارغ المرشي يحزن وحالة حليلة راهم مسخ بدرجه غريبه ماشي وكمش مسؤولين ما جاوش حتى انسان لا بلديه لا معطني ما جي حتى بشر باش تفقدوا لحد ما جي حتى انسان شوف انت وحتى بنظرك انت كسيفتك كامراه هز راسك تفرج شبابك هز راسك تفرج الوسوخه تفرج الجرابه تفرج حاله حليله راهم مسخ راهم مسخ بدرجه غريبه اكل نهار قلت لك جيت والله حشمت على روحي كيران باش ياخذوا في شويه غله جاوا دخلوا للمرشي قالوا لي يا مدام هاو مع مرشيكم مسكر راني حشمت من مرة قلت لك هو هذه ولاية زغوان احنا جايين منها منين بن بزرت الرحلة دي جاي من بزرت وقصر لي قلت لي شافوا المرشي ولا يضحكوا عليه قالوا لي هذا مرشي هذا مسخ مرشيكم هم مسخ مرشيكم واضح باش توصفها الكلمة ذيك باش توصفها كي تقول مرشيكم مسخ باش توصفها الكلمة ذيك دي تحزن عليها الكلمة كي يقولها نرمو احنا نضحكوا على مرشيه مش هما يضحكوا على مرشي فيها وهو كل شيء بالمكشوف صوروا كل شيء بالمكشوف تلقاش مواد الطوحات الخضرة وحال حانوت ما فما حد هاي كلها برا كلها برا صراحة شيء حد شيء حصل شيء حد ايش نوريك بازات اخمش من هكي ايش نوريك بازات اخمش من هكي في المرشي